بنحاول نجيبها لكم في البريك عشان بس ما نضيعش وقتنا فيها، عشان ما ادورش عليها عشان مش عارف مكانها فين بالظبط. بس اي كتالوج اي كتالوج هلاقي المعلومه دي موجوده خلاص. لازم اي كتالوج بتاع كبات واللي معلومه الداتا دي كويس. طب حضرتك قصدك ايه هنا بقى في البلايزنج؟ مش قصدك الكارنت ريتنج اللي احنا شفناه في الكتالوج اللي هي معلومه الارقام دي عند الكونديشنز ايه؟ يعني الكارنت ريتنج اللي موجود في الكتالوج ده عند الكونديشنز ايه بالظبط؟ خلاص؟ يعني الكارنت ريتنج ده عند درجه حراره كام؟ وعند الكولينج فاكتور كام؟ القصص دي كلها دي هي دي اللي انا قصدي عليها. كويس؟ طب يا باشمهندس الكارنت ريتنج اللي احنا لسه شايفينه في الكتالوج من شويه ده هو ده الاي زد؟ حضرتك بتقول ديليتد اند ماستر اوف كيبل، هو قصدك بيه ده؟ لا. ليه؟ احنا اتفقنا دلوقتي الكابل بتاعي ده لو ماشي لوحده وماشي بدرجه حراره 40 خلاص يبقى هو فعلا هو ده الكارنت ريتنج. طب لو الكابل بتاعي بقى خلاص بقى ماشي على كيبل تري ومعاه اكتر من كابل بيأثروا على بعض يبقى لازم في الحاله حاجه اسمها ايه؟ جروبنج. يبقى بالنسبه لي الاي زد دي عباره عن كارنت ريتنج. كارنت ريتنج اللي جاي من الكتالوج فروم كتالوج مضروب في الريتنج فاكتور. واصله كده يا شباب؟ احنا مش اتفقنا الرقم الموجود في الكتالوج ده موجود عند الظروف بتاعت المصنع. انا طالما مجرد محيط على الكونديشنز بتاعت المصنع لازم اعمل حاجه اسمها ايه؟ ريتنج. ولازم اتعلم المصطلح ده في اي حاجه في الدنيا. يعني بعمل سايز المصويه، بعمل سايز المصويه، والمصنع بتاع المصويه قايل لي المصويه ده بيشيل 2000 امبير على درجه حراره 30. خلاص؟ انا ما اروحش على المصويه 2000 امبير واروح مشغله على درجه حراره 45 ما ينفعش، لان اصلا خلاص ما بقاش 2000، بقى 2000 مضروب في 9.10 و 2000 مضروب في 8.10. خلاص مش هيستحمل الحمل بتاعه وهيضرب. يعني انت بتستخدم تشيل وتسحب الحمل بتاعك ده باستمرار هيضرب مني. يبقى لازم اتعلم معلومه في الكهرباء حاجه اسمها ايه؟ الدريتنج حسب الكونديشنز بتاعت الحاجه الايكوبمنت بتاعتي. جايب ترانسفورمر هيركب في كونديشنز معينه، جايب يو اس هيركب في درجه حراره اعلى من درجه حراره هو مصمم ليها، يبقى لازم في الحاله دي اعمل ايه؟ دريتنج. يعني الدريتنج مش مختصر على الكابلات بس، الدريتنج متعلق بكل حاجه في الكهرباء. كويس؟ يبقى لما اجي اقول الكتالوج ده قلنا يبقى الاي سيركت بريكر اصغر من الاي زد اللي هي الدريتد امباست اوف كيبل اللي هي عباره عن الكرنت ريتنج اللي انا هجيبه من الكتالوج مضروب في الدريتنج فاكتور اللي هو خلاص هو الرقم هيقل شويه بعد تقسيم الكابلات عليه. بعد تقسيم الكابلات على بعض. كويس؟ طب واحنا هنفضل بقى المفروض ان هو اصلا اقل من الاي ال صح؟ مين الاي اصغر من الاي ال؟ الاي سيركت بريكر اكبر من الاي ال واصغر من الاي زد. انا قصدي الفاكتور هنا مثلا بيبقى صح؟ اه 0.9 من دي بقى الاي زد؟ اه لا الاي زد ما بقول لك ده الكرنت ريتنج اللي انت جايبه من الكتالوج. الاي زد بتاع الكابل نفسه مش الكابل نفسه بيقدر يشيل امبير؟ خلاص؟ وانت ماشي في كونديشنز معينه والكرنت ريتنج ده وريته لك دلوقتي في الكتالوج بيشيل الارقام دي في ظروف معينه انت حته على الظروف دي فهتطبق الريتنج فاكتور. الريتنج فاكتور بتطبقها على الكرنت ريتنج بتاعه هو بتاع الكابل. اه خلاص؟ فده عباره عن كارنت ريتنج من جهه الكتالوج مضروب في الدريتنج. انا كده بقسمها لك بس كده في البدايه خلاص. بقسمها لك في البدايه عشان اقول لك حاجتين، البريكر اي بريكر عندك يكون اكبر من اللود واي بريكر عندك يكون بيحمي الكابل بتاعك. يعني تيار الكابل بعد ما تطبق عليه دريتنج الكابل كارنت ريتنج بعد ما تعمل له دريتنج يكون اكبر من السيركت بريكر. واصله؟ لما تيار السيركت بريكر اكبر من اللود بعد ما تطبقها تاني السيركت بريكر يكون اكبر من تيار اللود. تاني حاجه السيركت بريكر يكون اقل من الكابل بعد ما تطبق عليه دريتنج. واصله كده؟ طب مثلا احنا جبنا مثلا اي كابل وجينا نضرب في البريدنج فاكتور طلع اقل من الاي سيركت بريكر. الحقيقه دي بقى ان هو الثلاثه بيكبر احنا الكابل بقى بالظبط ازاي ده احنا هنحسبه بقى بشكل سلس بقى وما نفضلش نعمل تراي اند ايرور والقصص دي كلها ده اللي احنا هنبص عليه. وناخد امثله كده بقى ونتعلم فعلا ازاي احسب كابل. عشان احسبه احنا بسهوله بقى يا شباب اتفقنا على كده. اول حاجه هجيب الاي لود وهجيب بعد كده الاي سيركت بريكر. احنا بقى نحسبه ازاي؟ نحسبه انا بسهوله بقى. عاوز اخلص عاوز اخلص احسب الاي كيبل بتاعي ازاي؟ كل اللي انا هعمله هروح قايل الاي كيبل عباره عن اي سيركت بريكر مقسوم على الدريتنج فاكتور. بس خلصت. اول ما يطلع لي رقم من هنا هدخل في الكتالوج اشوف الكرنت ريتنج اللي اعلى من الرقم اللي انا حسبته.
انا جبت الموضوع بشكل عكس. بشكل عكس ازاي؟ نفس المعادله اللي حطيناها حطوها كده تاني. احنا قلنا الاي سيركت بريكر اكبر من اي لود اصغر من اي زد، اللي هي عباره عن اي كارنت ريتنج اللي جايب الكتالوج مضروب في الريتنج فاكتور، صح كده؟ اكن بعمل عمليه ايه؟ نسبه وتناسب عادي خالص، شغل متباينات عادي خالص، خلاص؟ يبقى انا بالنسبه لي هجيب الاي لود ثم الاي سيركت بريكر، بعد كده هقول الاي كيبل بتاعي عباره عن اي سيركت بريكر مقسوم على الريتنج فاكتور. اي سيركت الاي كيبل هيبقى عباره اكبر من اي سيركت بريكر مقسوم على الريتنج فاكتور. بص كده الكرنت ريتنج الكتالوج او الاي كيبل بالنسبه لي هيبقى اكبر من اي سيركت بريكر مقسوم على ايه؟ الريتنج فاكتور. واصله كده؟ ده بكل سهوله عشان نخلص. تمام؟ ناخد بقى امثله نبتدي نحل. طبعا الدريتنج فاكتور المهندس سامح هتتكلم معاك فيها باستفاضه شويه. صح؟ خدناها وواصلين عليها في الكتالوج اللي هو البروبنج والارتمبريتشر، فمش محتاجين نفتح ونضيع وقت فيها. كويس؟ طبعا اتفقنا بشكل سريع كده لو الكابل بتاعي ماشي في الهواء بيكون عندي فيه تو فاكتور، هو البروبنج والفاكتور الثاني بيكون عباره عن التمبريتشر. ده لو الكابل ماشي فين؟ في الهواء. لو الكابل بتاعي ماشي في الارض يكون في عندي فاكتور جروبنج كده كده معايا، يكون معايا في جراوند تمبريتشر، يكون معايا الدبس بتاع الكابل نفسه، يكون معايا طبيعه الارض نفسها او احنا بنسميها السويل ثيرمال ريزستنس. طبيعه الجرافيتي مثلا. بالظبط. خلاص؟ يبقى لو عندي الدريتنج فاكتور لو الكابل بتاعي ماشي في الهواء يبقى الجروبنج بتاعي عندي تو فاكتور جروبنج بتاعي الاير تمبريتشر. لو كان بتاعي ماشي في الارض هيبقى في عندي فاكتورز بتاعت البروبنج، في عندي فاكتور بتاع جراوند تمبريتشر، في عندي فاكتور بتاع الدبس بتاع الكابل، في عندي فاكتور بتاع السيرمال ستيتي اللي هو طبيعه الارض نفسها عامله ازاي. كويس؟ طبعا احنا شفنا الفاكتورز دي كلها وتعلمنا ازاي نحسبها وشفناها مع المهندس سامح النتيجه. خلاص عشان ما نضيعش وقتنا فيها. انا دلوقتي بقى هعلمك هنفترض حسابات احمال، في عندي لوحه حملها كذا وعاوزين نحسب كابلها. هو ده انا عاوز اوصلك ليه. خلاص انا حسبت حسابات اللوحه بتاعتي، عملت اللود سكادول مع المهندس سامح وطلعت في الاخر حاجه اسمها كونكتد لود ودي مانجلود. مش وصلنا لحاجتين كده؟ وصلنا ان احنا نطلع في اللود سكادول حاجه اسمها كونكتد لود ودي مانجلود. واتفقنا بشكل عام كل حسابات الكهرباء بتاعتنا بتتم على الدي مانجلود ولا على كونكتد لود؟ على الدي مانجلود. يبقى كل حساباتنا بتتم على الدي مانجلود. يبقى لما اجي احسب الاي لود ده يبقى عباره عن الدي مانجلود مضروب في 1.5. يبقى الاي لود لما اجي احسبه يبقى عباره عن الدي مانجلود مضروب في 1.5. كويس؟ ناخد امثله. فانا بقى عندي اي حمل سنجل اي حمل سنجل كيس لما تيجي تحوله لكيلو فولت امبير عاوز تجيب الكرنت بتاعه انت بتطلع كيلو فولت امبير في 1.5. لو حمل سنجل كيس بتاخد كيلو فولت امبير بتضربه في 4.5. ليه؟ من ثواب كاتب نحفظها على طول على الكالكوليتر. كيلو فولت امبير في 1.5 لو سنجل كيس، كيلو فولت امبير في 4.5 لو سنجل كيس. تمام؟ افترض مثلا اي مثال دلوقتي كده حمل 40 كي بي اي دي من بلود بتاع لوحه 40 كي بي اي والكونكت لود بتاعها مثلا 50 كيلو فولت امبير. عاوز احسب الاي لود. الناس تتكلم معايا بقى كده. بص يو اس تي. الاي لود كام؟ يو اس تي. لا قولوا له ليه اضرب 1.5 في 40. يبقى 40 في 1.5. ليه ما خدناش ال 50 في 1.5؟ عشان كل حساباتنا بتتم على ايه؟ على الديمند لود. اللي هو بعد تطبيق الديمند عباره عن الكونكت لود بعد تطبيق الديمند فاكتور عليه. كويس؟ يبقى اللي هم 60. الاي سيركت بريك اب الناس تتكلم معايا؟ 60 في 1.5 كام؟ 75 75 اقرب ستاندرد دي يبقى 80 امبير. كويس كده؟ انت الخطوه الثالثه الاي كيبل. قلنا الاي كيبل عباره عن الاي سيركت بريكر على الدريتنج فاكتور. دريتنج فاكتور هنفترض الدريتنج فاكتور انا بفترض دلوقتي 8.10. افترضوا 8.10 يبقى عباره عن 80 على 8.10 كام؟ كام يا شباب؟ 100 امبير. كل اللي انا هعمله ببساطه كده هشوف الكم بتاع اللي انا عاوزه ايه؟ يعني انا شغال في مشروع اكس ال بي على سموك هيدروجين فري. هنفترض الكم دلوقتي يا شباب اكس ال بي على سموك هيدروجين فري. خلاص؟ عاوز اروح اختار كل اللي انا هعمله هبتدي ادخل في الكتالوج واشوف الكم الكرنت ريتنج بتاعه اعلى من 100 امبير. بس. يبقى انا كده عرفت الكم بتاع اللي انا هجيبه ايه؟ فنخش في الكتالوج كده سوا.
احنا اتفقنا الكابل بتاعنا اسمه اكس ال بي على السموك هالجن فري. هو ده؟ لا، ده كابل اكس ال بي ستيل واير ارمور على السموك هالجن فري. لكن انا بنفتح سوا. لا هو مش هو ده، عشان ده الومنيوم، احنا دايما بنشتغل كهرباء. كويس، يبقى انا هدخل على ده اللي عباره عن مالتي كور كيبل ستراندد كبر كوندكتور اكس ال بي اند السموك هالجن فري. احنا دلوقتي بنشتغل سوا كاننا بنبتدي سوا. خلاص جبت الاي كيبل 100 امبير، عاوز ادخل في الكتالوج اشوف الكارنت ريتنج بتاعي خلاص بحيث يكون اكبر من ال 100 امبير. اول حاجه اللوحه بتاعتي دي 3 فيز، يبقى انا هدخل على الفور كور ولا 3 كور ولا 2 كور ولا ايه بالظبط؟ اللوحه 3 فيز، يبقى انا هدخل على الفور كور كيبل. فين الفور كور؟ الفور كور اهي. الكابل بتاعنا ده ماشي في الهواء يا شباب، يعني الكابل بتاعنا ده ماشي في الهواء، يبقى انا هدخل على انهي تيبل؟ 120 بقى. يبقى انا هدخل على الايه الاول؟ على الليد ان فري اير، عشان الكابل بتاعي ماشي فين؟ ماشي في الهواء مش ماشي في الارض. يبقى انا هدخل على الليد ان فري اير واشوف وامشي مع الجدول ده لحد ما اشوف اول رقم اكبر من 100 امبير اللي هو ال 120، اللي هو الكابل بتاعي كام؟ 25. يبقى الكابل بتاعي في الحاله دي 25. انا اوصفه بقى الكابل بتاعي كده ب 4 كور لحد ما كده مليم 25 ملم مربع خبر اكس ال بي على ال اس اتش اف لوسموك هالجن فري زائد الهرتز بتاعه يبقى كام؟ وصفت توصيف محترم بقى. ايوه كام؟ 25 يبقى 16. 16 مظبوط. خبر اقول ايه بقى؟ بي في سي او اكس ال بي؟ لا حاجه واحده بس، وحاجه واحده حاجه واحده بي في سي يا اما اسمه هالجن فري. خلاص يبقى اسمه هالجن فري خلاص. وغالبا يعني البشريه بنعملها اسمه هالجن فري، بنعملها كلها اسلاك وكابلات اسمه هالجن فري. خلاص دي ما هي الكابلات بتاعت اكس ال بي على اسمه هالجن فري، هيبقى السلك بتاعي اسمه هالجن فري. اتفقنا السلك نوعين في الدنيا كلها، يا اما بي في سي يا اما اسمه هالجن فري. فلو انا شغال المشروع بتاعي الشيز بتاعه اسمه هالجن فري، هيبقى السلك بتاعي اسمه هالجن فري. وصلت كده يا شباب؟ ناخد مثال كمان. ايه؟ فور كور 25 ملم مربع كفر اكس ال بي على اسمه هالجن فري. شرحنا الناس الاكس ال بي ده العزل بتاع الكابل، اللوسموك هالجن فري ده الشيز بتاع الكابل الغلاف الخارجي بتاع الكابل. شرحنا الديتيل في الاول، فلو رجعت الجزء الاول هتستفيد كويس جدا. تمام؟ زي فوق واحد كور 16 ملم مربع كفر اللوسموك هالجن فري ده الفردة الارث. فاحنا اتفقنا الارث لو انا اصغر من اكبر من 16 واصغر من 35 بيكون الارث زي الفازر. بيكون سوري الارث 16، بيكون الارث 16. فالارث في الحاله دي يبقى كام؟ واحد كور 16. اللوسموك هالجن فري بس عشان احنا اتفقنا دايما الارث بيكون طبقه عزل واحده او سنجل انسيوليشن. خلاص بما اني شغال المشروع بتاع الشيز بتاعه اسمه هالجن فري، هيبقى السلك بتاع ايه؟ اسمه هالجن فري. تمام؟ الحته في البدايه متاخره شويه. أني فاكتور؟ دي من فاكتور؟ ده في اللود سكادول. في اللود سكادول. احنا في اللود سكادول كده مش مهندس سامح خالص، جينا في البداية آخر اللود سكادول وراح عامل لك تيبل كده، ولا في عندي أحمال إنارة؟ صح؟ ولا في أحمال عندي اسمها سوكت؟ مش ده الكلام ده اتقال يا شباب؟ خلاص؟ وفي عندي أحمال إير كونديشن، واتفقنا في حاجة اسمها كونكتد لود، حاجة اسمها ديماند فاكتور، حاجة اسمها ديماند لود. كويس جدا؟ وقلنا رقم الكونكتد لود ده بجمع الارقام الموجوده في اللود سكادول فوق، واصله في اللايتنج، بجمع كل احمال اللايتنج الموجوده في اللود فوق، ده اسمه كونكتد لود بتاع اللايتنج. طب دي من الفاكتور اجيبه منين؟ بجيبه من حسب الكود بتاع المنطقه اللي انا شغال فيها. نفترض انا شغال مثلا في اوفيس، يبقى الفاكتور ده عندي بواحد. الديماند لود عباره عن حاصل ضرب الكونكتد لود في الديماند فاكتور. بس مش طب عاوز تسترجع دي؟ الديماند لود ده بتاع اللوحه كلها. دي مندلود للوحه كلها، لو حصل جمع دي مندلود بتاع اللايتنج زي دي مندلود بتاع السوكت زي دي مندلود بتاع الاير كونديشن. كويس؟ ناخد مثال كمان عشان ده عندي الحاجات المهمه جدا. نفترض عندي حمل اي رقم 100 كي بي ايه؟ نحسب كده سوا يا شباب. نحسب اول حاجه الاي لود هيبقى كام؟ 100 كيلو دلوقتي يعني ايه؟ 100 كيلو دي مندلود على طول؟ 100 100 دي مندلود. 100 في 1.5 150 امبير. بعد كده اي سيركت بريكر 150 كام؟
هنقول اقرب ستاندرد تقريبا 200 امبير كويس. بعد كده الماي كيبل عباره عن كام بقى هتقول لي على الدريتنج على نفس الدريتنج فاكتور 8 من 10 كام؟ خلاص هنفترض في الحاله دي اكس ال دي بي اكس ال ان دي بي على بي بي سي مش ده يعني ده اكس ال دي على اسمه انجن فري يا شباب ده الكتالوج اللي احنا كنا داخلين فيه حتى اسم الكتالوج اسمه انجن فري كتالوج اسمه كتالوج لا دلوقتي هندخل على الكتالوج بتاع السي دي بتاع الكابلات العاديه خلاص ونبتدي نشوف لو انا عندي كابل اكس ال دي على بي بي سي هنا كام ماشي احنا بس انت جيت متاخر شويه انت من البدايه كده انت كاوفيس دلوقتي في مشروع معانا هنشتغل المشروع ده هنشتغله اكس ال دي على بي بي سي ولا هنشتغله بي بي سي على بي بي سي ولا هنشتغل له اسمه هانج فري ده بيكون كونسبت محطوط من البدايه خلاص واتفقنا من البدايه ايه الفرق ما بين الاكس ال بي والبي بي سي ايه الفرق ما بين البي بي سي واللي اسمه هانج فري خلاص يعني اتكلمنا في دي من البدايه خدنا فيها وقت شويه وخدنا تصنيفه لك كويسه جدا وسهله جدا كده بس هترجع لزمايلك بس لو حد كتبها هتلاقيها حاجه لذيذه جدا والحاجه وقفت معاك كلمني فيها ماشي يبقى في الحاله دي هنبتدي ندخل على الكتالوج بقى بتاع الكابلات العاديه هدخل في الكتالوج هبتدي ادور على كابلات اكس ال بي على بي بي سي كل ده لا كل ده لا الناس معايا بتبص معايا ده سنجل كور الله ينور عليك يبقى انا هبتدي ادخل على الايه على المالتي كور كيبل هبتدي ادخل على التو كور ولا الثلاثه كور ولا الفور كور ولا ايه بالظبط يبقى انا هدخل على الفور كور عشان الكابل بتاعي ده رايح يغذي حمل 3 فيز خلاص فمحتاج 3 لايف وواحده نيوترال فالكابل بتاعي يبقى فور كور خلاص الكابل بتاعي ده ماشي في الهواء يا شباب برده الكابل بتاعي ده ماشي في الهواء يعني ايه ماشي في الهواء يبقى ماشي على كيبل تري او على كيبل لادر يبقى في الحاله دي هبتدي ابص على 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 الكولوم بتاع الليدن فري اير عندي رقم ده 250 امبير اللي هو 268 اللي هو الكابل بتاعي كام؟ 95 واصله كده؟ يبقى انا عندي الكابل بتاعي عباره عن 4 كور ماشي 95 مللي كبر اكس ال بي اي على بي بي سي زي الواحد كور باش كام؟ لا هو زي ما نص على كور نص 95 كبر بعد كبر هكتب ايه؟ بي بي سي بي بي سي ما انا عارفه يعني في الاخر بنختار الايرسينج الشيز بتاع ال هي كان انا بقول لك غالبا اتوقع عندنا مشاريع طالما انا شغال بس مو كارج فري بالنسبه لنا هتحب الكونسبت يعني لما يكون في كونسبت كده شغالين بيبقى كويس شغال بس مو كارج فري بقى كله بس مو كارج فري اسلاك وكابلات ماشي اخد مثال كمان اتقل شويه مثلا عندنا في مشروع دلوقتي حاليا شغالين فيه تشيلر ده حمل من الايكوبمنت بتاع الاير كونديشن التشيلر ده حمل يا شباب 600 كيلو حمله 600 كيلو عاوزين نحسبه يبقى الايدول بتاعي عباره عن 600 واحد ونص 900 معايا سيركل بريكر عباره عن 900 واحد ربع هنا شباب الكالكوليتر معلش 325 يبقى بالنسبه لنا اقرب رقم ستاندرد 1200 امبير الاي كيبل تمام تبقى عباره عن 1200 مقسوم على الريتنج فاكتور برضه نفترض ان هو 8 من 10 1500 امبير خلاص في الحاله دي بقى اتفقنا افضل كابل بنشتغل بيه مالتي كور كعرف كده كبراكتس 300 ماشي هبتدي اشوف لو انا جبت كابل واحد 300 هيقدر يشيلني ولا لا ده انا هلاقي الكابل 300 اخره 562 اخره 562 خلاص يبقى انا في الحاله دي مضطر اجيب اكتر من كابل عشان اغذي الحمل بتاعي يبقى لو انا عندي حمل كبير زي 60 كيلو فولت امبير كابل واحد 300 ما ينفعش
يبقى انا هحتاج اكتر من كابل، فايه اللي انا هعمله؟ والله هبتدي اجرب بقى كده، هو مثلا ال 1500 على 562. انت هتجرب في البدايه، هنقول والله احنا هنجيب تلات كابلات 300، فاقول 1500 على 562 هيدينا كام يا شباب تقريبا؟ 2 وكام يا باشا؟ 2.6 كويس، انا محتاج تلات كابلات، تلات كابلات 300. طب لو قلنا مثلا 1500 على 240، انا ناوي اشتغل 240، 240 كام؟ 483. حد يقسمها لي كده معلش. 1500 على 483 3 بوينت بقى 3 بوينت مش ينفع 3 بوينت؟ لا، يبقى خلينا في 3 كابلات 300. يبقى احنا في الحاله دي هنجيب ايه؟ 3 كابلات 300 خلاص، عشان اجزم الحمل بتاعي. يبقى الحمل ده مش هيحتاج كابل واحد، هيحتاج 3 كابلات. يبقى في الحاله دي طب دول يا باشمهندس بنكتبهم ازاي؟ معلومه جديده، لما اكون عندي في بدل الحمل محتاج اكتر من كابل هكتبهم ازاي واوصفهم ازاي؟ هكتب والله في عندي 3 بعمل علامه البدل، اكن في عندي 3 كابلات بدل. بعد كده اروح اكتب التوصيف اللي احنا حافظينه، فور كور داش 300 ملم مربع ويخش على الحمل زي بقى خبر يخش على الحمل عادي خالص. اقول لك واقول لك هنمشيهم ازاي عشان نشوف كمان بنوزع الكابلات على الادارات والفريات ازاي القصص دي كويس. خبر كملوا معايا يا شباب، اوصل فين الخبر؟ ايوه على ايه؟ على بي سي زائد واحد كيلو داش كام؟ 150 كل ده ده هو اللي هو القوس بتاعه. اكن عندي 3 كابلات 300 وعندي 3 كابلات درس كل واحد فيهم 150 خلاص. في بعض الناس بيحيدوا شويه على النقطه دي، مش بيحيد يعني عنده فكر تاني، بيقول لك مثلا 3 في 150 و450 يروح يجيب لك كابلين 240، يقول لك روح اجيب كابلين درس 240 ملهاش لازمه. انا شايف دي الاشيك والاجمل واللي انا بحب اشتغل بيها على نفسي خلاص. وخلاص بجيب كابل زي ما هو وبجيب منه 3 بدل خلاص. واسطه كده يا شباب، يبقى احنا كده تقريبا من هنا لا اعرف احسب اي كابل خلاص بمعلومات. خلاص انا عملت اللود سكادول، في اللود سكادول بطلع، احنا عارفين اللود سكادول بطلع منه رقمين كونكتد لود ودي ماند لود للوحه كويس. دي ماند لود دي بروح احسب الاي سيركت بريكر خلاص، وحاليا بقيت اعرف احسب كمان الكابل بتاعي. يبقى انا فهمت اللود سكادول، لا كده فهمت اللود سكادول، دي كانت المعلومه الناقصاك اللي انت تعرف تكتبها فعلا كويس هو اللود سكادول ماشي. حد عنده اي شكل في حسابات الكابلات لحد دلوقتي؟ كان الدنيا مور سيمبل خلاص. طبعا الاهم من كل دول الريتنج فاكتور اللي انتوا اتعلمتوه، ازاي اعمل له سايزنج صح خلاص. عندي لير واحده ولا تو لير ولا ثلاثه لير، وعندي الكابلات بتاعت سبيس ولا مش سبيس، القصه دي كلها انا عاوز المثال ده نقفل عليه كل حاجه كده بشكل محترم. هما الثلاث كابلات دول هيمشوا ازاي؟ هقول اهو، اتفقنا في المثال بتاعنا احنا ماشيين ان 3 ايه. طب احنا اتفقنا ان 3 ايه الكابلات بتاعتنا هتمشي على ايه؟ على كيبل تري او على كيبل لابر كويس. هنقول والله احنا هنشتغل على كيبل تري خلاص. انا عاوز ابص الكابلات بتاعتي دي هوصلها ازاي؟ خلاص احنا في السايت هوصلها ازاي؟ خلاص احنا اتفقنا المهندس سامح هو بيشرح لنا الجروبنج فاكتور، لا قلنا ممكن الكابلات تتزق في بعضها بنسميها دي تاتشنج، بس في الحاله دي الجريدنج فاكتور الجروبنج بيبقى عالي شويه خلاص. الحاله الثانيه هي بتكون سبيس، ان انا بسيب ما بين كل كابل والتاني قطر الاكبر بينهم، قطر الكابل الاكبر ما بينهم، يعني لو عندي كابلين واحد فيهم 6 وواحد 5 بسيب ما بينهم 6 سم خلاص. كابل 10 وكابل 6 بسيب قطر الكابل الاكبر ما بينهم خلاص. ودي الطريقه الاشهر يا شباب. يبقى الطريقه الاشهر اللي انا اول طريقه عندي الكابلات بتاعتي تاتشنج، والريتنج فاكتور بتاعي كبير شويه فبيخلي الكابلات بتاعتي عاليه، بيكبر السايز بتاع الكابلات شويه يا شباب. يعني انا ممكن اصغر مناسب كيبل تري بس في المقابل بزود الكابلات بتاعتي كويس. بس برضه على حسب المكان، في مثلا اوقات مثلا بيبقى مفيش اصلا مكان. انت لسه في المشروع في الدنيا، انت لسه بتعمل ديزاين، فانت بتعمل كل حاجه وانت بتعمل كوردينيشن وانت بتظبط كل حاجه. بكلمك دلوقتي احنا لسه بنعمل ديزاين، انت بتعمل كل حاجه، مش انت رايح في مشروع مسبوق. لو انت رايح في مشروع مسبوق بقى خلاص ومشروع قادم وانت بتعمل مثلا اكستنشن وحصل معاك مشكله خلاص هتعمل هتنزل الكابلات، بس تاخد في الحساب الايه؟ الجريتنج فاكتور، فتعمل حسابك ان الكابلات بتاعتك هتعلى زين ماشي؟ كويس؟
يبقى اتفقنا في عندي ثلاث طرق للكابلات شغال. في عندي طرق اول طريقه الكابلات بتاعتي تاتشنج، يعني ايه تاتشنج؟ يعني الكابلات تلزق بعضها، الكابلات تلزق بعضها كويس. ثاني طريقه اللي احنا بنسميها السبيس، السبيس بحط الكابل بتاعي وده الارث بتاعه وده الكابل اللي بعديه وده الارث بتاعه، بسيب ما بين الكابلين وبعض، ماليش دعوه، ما بشوفش الارث ده، انا مش شايف الارث يا شباب خلاص، انا حاطه بس مش شايف. لما باخد مسافاتي باخد مسافاتي من الباور كيبل، بسيب ما بينهم الدايمتر بتاع اكبر ما بينهم، الدايمتر بتاع اكبر ما بينهم كويس. بعد كده بحط الكابل الثاني، الكابل الثاني برضه بسيب الكابل الدايمتر الاكبر ما بين الكابلين دول خلاص دي، وهكذا. بنسيب في البدايه نص دي، نص اول، نص اول كابل واصله لما اجي احسب كيبل تريما. كل ده انا عاوزه في الاخر، عاوزين الثلاث كابلات دول عاوزكم تفرشوهم اكني بعمل كيبل تري، وازاي اجيب مقاس الكيبل تري بالظبط خلاص. يبقى اول حاجه بسيب نص الدايمتر بتاع اول كابل، بعد كده بحط اول كابل، بحط الارث بتاعه جنبيه خلاص، باخد قطر الكابل الاكبر ما بين الكابلين، ما بين الكابل الاولاني والكابل الثاني، هنفترض ده 6 وده 5 يبقى ده 6 كويس. وانا باخد المسافات، باخد مسافاتي من الباور كيبل مش من الارث كيبل تمام. بعد كده بروح برضو حاطط الكابل الثالث، بسيب المسافه اللي ما بينهم قطر الكابل الاكبر ما بينهم خلاص. بعد كده بنسيب كمان، بنعمل حسابنا في نص دي، نص دي لاول كابل خلاص، يبقى نص دي هنا بتاعت نص اول كابل من هنا، ونص دي اللي هنا بتاعت اول كابل من هنا تمام كده يا شباب ولا كويس. بس بعد ما اعمل القصه دي يبقى انا كده عرفت اجيب الكيبل تري بتاعي تمام. عاوزين بقى في الحاله بتاعتنا دي نشوف الكيبل تري بتاعنا يبقى كام، مش احنا هنعمل كيبل روتنج بعد كده، وعاوزين نشوف الكيبل تري قد ايه ونمشي مساره بتاعه ماشي ازاي والقصص دي كلها. عاوزين نعمل النظام ده الايه؟ دي كده اول طريقه التاتشنج، ودي ثاني طريقه السبيس، وقلنا دي الطريقه الاشهر يا شباب، دي الطريقه الاشهر. الطريقه الثالثه اللي انا بحط الكابل، لا الطريقه الثالثه انا بحط الكابل وبسيب ما بينه وبين الكابل اللي بعديه اثنين الدايمتر بتاعه بتاع اكبر كابل فيه، اثنين الدايمتر. في الحاله دي يا شباب لو عملت القصه دي مفيش جروبنج فاكتور اصلا. يبقى لو انا سبت 2 دي قطر الكابل الاكبر ما بين الاثنين، في الحاله دي مفيش جروبنج اصلا. مفيش جروبنج فاكتور اصلا. تمام؟ يبقى دي الطريقه الثالثه، الطريقه الاشهر اللي كل الناس بتشتغل بيها اللي هي الطريقه اللي في النص. بس لازم نفهم الطريقتين عشان لو شفناهم عشان نعرف نطبقهم، جايز اضطر للتاتش زي ما انت بتتكلم او خلاص؟ عاوزين بقى نضطرب. هو شوف الافضل الاحسن بالنسبه لي انهي؟ لا هي دي الافضل، دي الافضل والاحسن وكل الناس بتشتغل بيها. بسم الله في النص اللي هي ما بين البنين بمعنى صح. لا انت تاتش ولا انت في نفس الوقت ايه؟ في مسافات كبيره وبتقدر مسافات، بتقدر ابعاد الكيبورد دي قوي. خلاص؟ فكل دي هي دي الطريقه الاشهر لكل معظم الناس بتشتغل بيها. ماشي؟ عاوزين ناخد الحاله بتاعتنا دي، عاوزين نطبقها، عاوزين نتعلم احنا انا كانجينير هرص الكابلات ازاي؟ نفس الرصه اللي انت بترصها دي هي نفس الرصه، هي نفس الرصه في الموقع. هي نفس الرصه في الموقع. يعني الناس اللي هيمشوا بعد كده كابلات هيسحبوا الكابلات ويرصوها بنفس الطريقه. كويس؟ عاوزين نرص الطريقه بتاعتنا، اول حاجه احنا اتفقنا الكابل بتاعنا على الاوتوبيل. الاوفرول ده يبقى بتاع كام؟ 60، هنقول 6 سم. هنقول احنا 6. يبقى اول حاجه اتفقنا، اول حاجه بسيب ايه؟ نص دي. اول حاجه نص دي ده كام؟ 3 سم. واحط الكابل بتاعي، الكابل بتاعه الدايمتر بتاعه ده كام؟ 6 سم. واحط الارث بتاعه جنبه. بعد كده اروح سايب 6 سم. احط الكابل الثاني والارث بتاعه. بعد كده اروح سايب 6 سم. احط الكابل الثالث بالارث بتاعه. بعد كده اروح سايب نص دي اللي هو 3 سم. واصله كده؟ بس وطلع من هنا كده بقى ايه؟ الويتس بتاع الكيبل تري. ماشي؟ وطلع من هنا الويتس بتاع الكيبل تري. من هنا الويتس بتاع الكيبل تري بتاعي يبقى كام؟ 36 اللي هو اكبر اقرب سايز ليا، يا اما ال 40 يا اما ال 45، فالويتس بتاع التري بتاعي 40 سم او 45 سم حسب الشركه اللي انت هتختارها. واصله كده يا شباب؟ طب في الموقع يا باشمهندس ايه الفرق ما بين هنا والموقع؟ نفس الموقع، هو ده اللي بيحصل بالطريقه. انت الكابلات هتترص نفس الرصه على التري، واتفقنا التري مخرم زي ما احنا شفناه ديكوريتد، فبيبتدي بنزل طالما الكابل ماشي على كام تري في الهواء، ببتدي اثبته عن طريق حاجه اسمها طيرات. الطيرات دي يا اما بي في سي او بيسموها الفزان، يا اما بي في سي يا اما ستيل. خلاص؟ بثبته كل مسافه مثلا كل 40 سم 50 سم حسب قطر الكابل بتاعنا قد ايه. يعني يا باشمهندس انا
حد يسال يقول ما احنا بنقول الكلام ده كلام نظري وكلام بعد كده كابلات بتتحط على الطريق كده وخلاص وفوق بعضها وتاتشنج ومفيش الكلام ده. لا يعني هو الكلام كابل ماشي ستريت مسطره قدامك مسطره محطوط ومتثبت ومتاكس عشان ما يتحرك عشان يبقى انت محافظ على ايه؟ على الالاينمنت بتاعك كويس؟ دلوقتي مثلا احنا جبنا اللي هو التريل جبناه 45 مثلا موسع بقى دلوقتي احنا عندنا بقى اكبر من الطبيعي يعني المفروض الطبيعي ده احنا عاملين حسابات 36 الزياده دي بقى خلات سبع سبيس خلاف الجناب ده لسه هقول لك انت بتتكلم عليه ده الصافي مالكش دعوه بالسبيس انا قصدي هتفضل سبيس معايا سبيس تفضل سبيس معايا قصدي انا مساحه النص لا 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 بص 10 ونص 7 على جنب 9 حسابات هو 7 على جنب. طب الناس بتشتغل بالطريقه دي ده كده اضعف الايمان. الحاجه الاعلى من كده شويه اللي احنا بناخد 25% زبير وانا بحسب السايز بتاع كيبل تري. انا القصه دي انا هنا بتكلم على السايز والكيبل تري. لما باجي احسب السايز بتاع كيبل تري اتعلمنا دي اول طريقه كويس حسبنا كده بس ما هنا ما فيش اي زبير او الزبير اللي جه نتيجه اللي هو ايه فرق الابعاد الستاندرد عن اللي انا بحسب عن كالكوليت كويس. لا ده احنا ما بنعملش كده في الحقيقه اكشولي في المشاريع المحترمه اي كيبل تري بعد ما احسب شايف الحسبه بتاعتي دي كده بعد ما بحسب الحسبه دي بروح ضرب 1.25 يعني شفتوا انتوا قلتوا لي 9 تقريبا ولا قلتوا رقم 36 36 اللي طلع ده بضرب في 1.25 ماشي هيطلع كام؟ 45 هيبقى هو 45 خلاص. يبقى بعد ما اطلع الحسبه بتاعتي بعد ما اجمع الدنيا دي كلها بروح ضرب 1.25 1.25 بيقول ايه؟ الزبير. مش حد بقى يقول الاسبير مثلا زي ما باشمهندس بقى بيتكلم يقول كده وسع ما بين الكابلات. لا ده الاسبير دول انت فاهمهم مساحه فري ده في الاخر هترص كابلاتك وهيبقى في حته في النص في الاخر كده فاضيه عشان لو في كابل زاد في المستقبل ولا حاجه. واصله؟ يبقى ده كده اسمه سايزنج وكيبل تري. وصلت ولا اللادر هيبقى نفس القصه بالظبط. اللادر نفس القصه بالظبط. تمام؟ انا مش فاهم حاجه ها؟ ويتس 40 او 45 لو انت بتحسب الحسابات دي حسب الستاندرد يعني ده 40 او 45 حسب ستاندرد الشركه اللي انت هتشتغل بيها. يعني افترض هتشتغل بالسويدي هتشوف اقرب مقاس في السويدي كام؟ اكبر من 18 بس. لا هو انت حسبت الحسبه دي الناس طلعت ده 36 سم. 18 تمام 36 سم خلاص باخد ال 36 سم دول واروح شايف اكبر حاجه في الكتالوج. لو هنعمل ده موضوع الفيوتشر اللي الناس كلها بتعمله ده لا هاخد 36 اروح ضاربها في 1.25 وابتدي اشوف مقاس التريه هيبقى كام. واصله كده شباب؟ كتالوج للتريز؟ اه طبعا كتالوجات التريز في مصنعين التريز في سويفت في نوفو في سويدي في حاجات كتير خلاص. يبقى ابتدي ابص على كتالوج التري واشوف اقرب مقاس ستاندرد. حد مش واصله له حاجه لحد دلوقتي؟ لا يا باشمهندس ممكن بس اديك 10 دقايق؟ كام دلوقتي؟ 10 10 دقايق بالظبط بس بالظبط ماشي؟ 10 دقايق عشان هبتدي يا شباب بعدهم هنسيب